اعلق على نقطة سريع وافتح فرصة. النقطة بتاعت القراي في المناهي. ودي مسألة خطيرة جدا كلامه اللي قاله في المناهي. الزول ده داري يوصل الناس إلى إنه المناهج دي مشكلتها الدين اللي فيها جوا. وده الخط بتاع العلمانيين الشغالين الليلة، إنه شنو؟ إنه الفترة اللي هم لقوا فيها فرصة دي لابد يشتغلوا شغل تقيل إنه يضعفوا الجرعة الدينية الموجودة وين؟ في المناهج. ده الموضوع كله. جا قال الطلبة ليه؟ في سنة أولى بيقروا 23 صورة. كويس؟ وقام جاب له قصيدة استشهد بها، قال تعالوا اسمعوا أنا أسمعكم دي قصيدة، قال قاعدة في المناهج بتاعتكم بتاعت الروضة. وأنا إن شاء الله يكون أخونا الكلس جاء. بس خلاص ده صاحب القصيدة ذاته، عشان تعرف البلد غرقانة. زولك القراي في مؤتمر صحفي، وده زول عينه بتاع مناهج، وزول حامل دكتوراه. طلع قصيدة من موبايله وقال لهم دي نموذج للقصايد اللي بحفظوها لأولادكم في الروضة. تخيل. وقام خدت القصيدة في المايك بالموبايل وسمعها للناس. قصيدة بنحب الإسلامية وبنموت في الإسلامية. أول حاجة القصيدة ما في المناهج ذاتها. وشان تعرفوا إنه زول جاهل حتى بالمناهج، وتعليقه عن المناهج ما كان تعليق مهني، إنما تعليق سياسي. ما تعليق مهني. أول حاجة القصيدة دي ما قاعدة في المنهج. وكاتب أخونا أبو خالد الوليد الكلس هذا الواقف معنا، وجاي من عطبرة، من عطبرة الليلة جاي عشان يكشف لكم الحاصل ويقرأ لكم القصيدة بتاعته، وسوى له واحدة ثانية حيجلد بها عمك ذاك. القصيدة عامله وأظن بنشدها معاه وليداته ولا في خلوة ولا طلبة بقريهم، عشان تعرف إنه الراجل ده ما عنده علاقة بالمناهج اصلا. ما في روضه الاستاذ بتاع الراجل اصلا، ممنوع بالمناسبه. لو داير تصدق الان تصديق بتاع روضه الا تجي مره تصدقه. مش شايفين العناوين بتاعت الرياض؟ ماما حليمه وماما ميمونه وماما لبنى وماما ممنون، مش كده؟ لقيتك روضه بتاعت بابا عبد الجليل؟ من الله خلقك؟ ما في يا قراي. تقريت وين يا اخي يا قراي؟ رياض الاطفال بيقروها النسوان، ودي قصيده بتاعت راجل ما شاء الله. حتى بيجيك صوت هسه بتشوفه، صوت بتاع الراجل طليع. طيب تقول لي دي بيقروها لاولادكم في الروضه يا قراي. بعدين القصيده هي عباره عن رد على نغمه وعلى الطريقه بتاعت قصايد الثوره. بنحب العلمانيه وبنموت في العلمانيه، قصيده بتاعت الحركه الشعبيه. والقصيده جات رد عليها، بنحب الاسلاميه وبنموت في الاسلاميه. طيب الكيزان دخلوا شنو في القصيده اللي جت بعد الثوره؟ دخلوا بتين الكيزان الشقيين، هم حشروها في المنهج بتين دي بعد الثوره. فاولا يا اخوانا تعليقه ده بيدل على انه انسان داير له مبرر. انتبهوا، داير مبرر عشان هو يهاجم به الروح الدينيه في المنهج. والمنهج بتاع الكيزان انت لو داير تعال احنا نوريك اشكالات فيه وهم معترفين بها، وانت لو زول مهني تعال اعرض الورشه اللي تمت 2012 ونحن شغالين في مجال التعليم وعارفين المناهج الحاصل فاشو. ورشه عملوها 2012 وانتقدوا اشياء كثيره جدا، انتقادات منهجيه، وعاملين لها ناس مختصين انه المناهج دي فيها اشكالات حقيقيه. لكن انا اللي بيؤسفني جدا انه الراجل ده ما يضرب مثال ولا نموذج إلا بالصور القرآنية اللي بيحفظوها الأطفال، وصور صغيرة من صغار الصور بيحفظها في سنة أولى. سنة أولى الطالب عمره 7 سنة، 7 سنة مفترض. تقول كثير عليه ويحفظ كم؟ 23 صورة صغاري. أنت عارف ال 23 صورة دي كلها كم؟ حوالي 9 صفحات في 8 شهور. خد بالك 8 شهور. وقال نحن حندخل له الموسيقى. خد بالك يا اخي، وال 23 صوره ما قدر على يجي يحفظ لك الموسيقى وقصايد الثوره. يعني اولاداتنا مع شويه يسمعون دي سيسمان يقرون له ويمرقوا لهم صوره النصر وصوره الهمزه وصوره الفلق، يطلعوها ويدخلوا دي سيسمان.
يا جراي يا اخي خاف الله يا خاف الله الخلقك يا اخي. والاولاد غالبهم انت قايل خليك من سنه اولى اللي عمره 7 سنوات. الاطفال الان في الروضه عمرهم 4 سنوات فقط. انا لقيت بنيتي بيحفظوا فيها الصباح ماشي الروضه، قلت لها في صوره شنو؟ قلت الليله بس كان جات المناسبه، والله ما فاضيين ذاته نحن نعرفهم، ترى شغالتهم امهاتهم برام. في صوره شنو؟ قد في صوره الليل. صوره الليل اتخيل الروضه 4 سنوات ديل. صوره الليل دي لو حسبتها من تحت الصوره رقم 28 والسنه ما انتهت. ديل في اولى روضه حيتموا لهم كم؟ وحيقروا ثانيه روضه، ولما يخشوا المدرسه حيكونوا حافظين احسن من القراي. حيكونوا حافظين قران احسن من القراي، والقران بفتح اذهان، والقران بصحح لسان، والقران بقوي ايمان. وده اللي احنا دارينه لاولادنا. ما دارين لهم موسيقى، موسيقى يستفيدوا منها شنو؟ يستفيدوا منها شنو؟ كفايه السرقادور الولادات اللي علموا طلعهم صايعين. كفايه يا اخي، انتوا دار تطلعوا لنا ثاني صيع صيع في المجتمع ثاني؟ كفايه يا ناس، دار تعلمونا الفنون، تعلمون شنو يعني؟ قال نعلمنا الفنون، استفدنا الشخبطه بتاعت الحيط دي؟ شخبطه الحيط؟ يا ناس اتقوا الله، خلوهم يقروا القران. بعدين تعال احنا نوريك، انت ما لقيت اي نموذج تنتقده على المناهج للقران؟ بس في بلاوي جوا بل في حاجات مفترض تعمل لها ابديت، انت معلومات قديمه ذاتها. قديمه لليله دي. وانا بدرس في المدارس والمعاهد وغيرها، بندرس الطلبه في الشهاده السودانيه او الثالثه، بندرسهم قطع كثيره جدا فيها معلومات قديمه. السودان مليون مليون ميل مربع لليله دي يا راجل. طلبتك ديل بيمتحنوا في السودان مليون ميل مربع. اخير دي ولا صوره الفلق؟ ما تخاف الله يا قراي، ما تخاف الله. لسه بنقريهم السودان تعداد السكان 25 مليون نسمه لليلة. الكلام ده من 95. 25 مليون نسمة لا ولدوا يا كافي البلا، لا طلقون، لا ماتوا، لا انقرضوا، ولا الناس اللي ماتوا في دارفور يا ود الحلال انت اللي بتتكلم قبل، بدل ما حسبون زادوا كلهم. لليلة دي 25. يا ناس انت تعال عايل ليه ده يا اخي؟ دي بلاوي قاعدة في المنهج. بلاوي لسه بيقرون انه قريه الشيخ فلان ديك فيها بركه لانه مبني فيها قبه، دي اسئله علميه. تعال اثبت لي يا قراي، انت قلت لي علم، تعال اثبت لي بمعمل، اثبت لي بس انه القريه دي فيها بركه لانه فيها قبه. وقي علي تعال، دي قاعده كويس. وبلاوي ثقيله جدا قاعده في المنهج، والمنهج ده قديم قديم، مش غيروا فيه حياه السنه الكيزان السنة اللي فاتت دي، غيروا حاجات في المنهج، جابوا أشياء أسوأ من الأولى. غيروا لهم رواية من رواية أفريقية بتاع Things Fall Apart، غيروها جابوا رواية بعدين اسمها Mutual Friend. الرواية جابوها دي أول حاجة إنجليزي قديم، خواجات ذاته خلوه ما قاعد يتكلموا ده، دي بسموها Dead Language، إنجليزي قديم. وبعدين رواية كلها سكسي جوا، الطلبة واحد زميلي بيشرح لهم فيها قال لهم هي از كيسينج هار، الطلبة يقول عيدها ثاني يا استاذ. ده منهج انت تقري له طلبة مراهقين؟ ده شغل بتاع قلة ادب وشغالين فيه وهسه الان بقروا فيه. انت تعال انتقد حاجات زي دي يا اخي، هذا في المناهج بنوريك. لا يا اخي انت كان ما عارفها، تعال اسال منها. لكن قصدت اخونا المسكين الكلس دخلوها في المنهج التربوي، والله حظك يا الكلس حشروك مع الكيزان انت وقصيدتك وشغال كده كمان فاتح وبيبتسم وبعين في الجماعه جنبه كده بيبتسم لهم ويقول لك ها ها بيضحكوا. انتم مستهبلين ولا شنو يا اخي؟ انتوا تلعبوا على منو؟ يا اخي دار تحارب الكيزان حاربهم بالحق يا اخي، ما بالباطل بالكذب. المهم كده قبل ما نفتح فرصه خلي الكلس يجي يقول لنا قصيدته الاولى، ويقول لنا في واحده ثانيه برضه يدينا لها. تفضل يا كلس. الكنز الليله جاي من عطبره، جيبه صور لنا روحه في البص. جاي من عطبره جزاه الله خير عشان يكشف الموضوع ده بس. الله خير يا ابو. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. مشايخ والطلبه، السلام من الله عليكم ورحمه منه وبركاته. احنا خصوصين في القصائد بس.
كلام ونقد المناهي للمشايخ الحمد لله جزاهم الله خير. فالقصيدة رد على البيت اللي كانت في ساحة الاعتصام بتقول بنحب العلمانية ونموت في العلمانية وحنشيل شمال وجزيرة وحتى الخرطوم حقتنا والداير مرحب به أما الزعلان الطرشك. ده رد عليه وأنا كنت في الخلوة بتاعتي هناك في الشونة معايا شفح صغار لغاية سنة خامسة لغاية رابعة سجلت القصيدة هم بيقولوا وراي ما عنده علاقة بالكيزان ولا كانت في عهد الكيزان هي رد على هؤلاء شنو العلمانية لكن ده بيوريك أنهم عداوتهم للإسلام ما للكيزان. القصيدة بتقول بنحب الإسلامية ونموت في الإسلامية وتأكدوا 100% شعب السودان ما بيقبل الدولة اللادينية بنموت في خاطر ديننا زي موت الضان كمية بنكاتل العلمانية لآخر نفس فينا بنكاتل العلمانية لآخر نفس فينا ما بناخد الشغلة حمية يا عشنا عزاز بيديننا يا عشنا عزاز بيديننا بيديننا ولا غير ديننا ولا همية يا متنا ندافع عنه لو جات العلمانية من حلف لحد كريمة مرورا بالمحمية حتى الخرطوم عاصمتنا من مدني لغاية كوستي وقضارف حلفة جديدة ليبارة وحتى أبيض ودلجنا مع كادوغلي وكل السودان ما بيقبل الدولة العلمانية كل السودان ما بيقبل الدولة العلمانية إلا العايزين مدنية ناس فصل الدين عن دولة والمرأة الساوي الراجل الناس السابت سيبة الناس السابت سيدة في أحضان سيدة ومرمية لا دين أحسن من ديننا لا لون أحسن من لون لا زول أحسن من زول والفرق يكون بالتقوى في الدولة الإسلامية والفرق يكون بالتقوى في الدولة الإسلامية بنحب الإسلامية ونموت في الإسلامية. أما الرد على القراي بنفس النسق ده ما سمعت الزول الواهم عايزين نديه هدية فاكرنا بنتبع نحنا للحركة الإسلامية دستورنا كتاب المولى بالسنة عيوننا هنية بينهج السلف الصالح ما بنمشي ورا الحزبية بينهج السلف الصالح ما بنمشي ورا الحزبية شفناك شغلت قصيدة بنحب الإسلامية وعرفنا الغازك فيها شان ضرب العلمانية ما سمعت البت اللي قالت بنحب العلمانية ونموت في العلمانية حتى الخرطوم حقتنا والداير مرحب بيه حتى الزعلان أما الزعلان الطرشق عن ديننا واضحين في المنهج نحنا عن ديننا ولا بنتعشق واضحين في المنهج نحنا عن ديننا ولا بنتعشق الداير ديننا حبابه أما الزعلان لا الداير ديننا حبابه أما الزعلان ما بيدخل فيه الإسلام زندية الداير ديننا حبابه أما الزعلان ما بيدخل فيه الإسلام زندية ركزت خطابك كله في المادة الإسلامية معناها الدين الواجعك وآيات القرآنية بتدور أفكار أستاذك وآيات الشيطانية عايزنا نبدل ديننا للفكرة الجمهورية كاشفين ملعوبك كله بنكشفك لما تسهج زيك بس كيف الزيك فينا يتكلم عن المنهج سوداننا وجاته بلية بس كيف الزيك فينا يتكلم عن المنهج سوداننا وجاته بلية ولعلمك لازم تعرف ولعلمك لازم تعرف حتى الكيزان أعدانا لا داعش لا صوفية لعلمك لازم تعرف حتى الكيزان أعدانا لا داعش لا صوفية منهجنا وما دا سنه اسمه الدعوة السلفية منهجنا وما دا سنه اسمه الدعوة السلفية بنحب الإسلامية ونموت في الإسلامية
جزاكم الله خير.